وين ما كنتوا مشاهدينا بدي احييكم تحيه اليوم كلها بياض، بياض التلج يلي غطى جبالنا وكللها، وعلى امل قلوبنا كمان تكون نقيه ونستقبل فيها دايم دايم الليله او الغطاس. ولكن بالبدايه بدي اذكر انه بالنسبه للاحوال الجويه مصلحة الابحاث العلميه الزراعيه والارصاد الجويه بتنبه كافه المواطنين من الامطار الغزيره بسته وسبعه كانون الثاني. المصلحة بتنبه أيضا من الرياح القوية بثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة وخصوصا ستة وسبعة، وأيضا بتنبه من تساقط الثلوج وتراكمها، وأيضا رح يتكون جليد. من هيك المهم اليوم أنه على كل البلديات وزارة الأشغال وكل المعنيين يكونوا مجهزين الجرافات، ومش بس الجرافات كمان الملح لجليد. وبدي أتمنى لكل السائقين يصالوا على بيوتهم سالمين ومع يعني التشفيط وهيك شوي نشوف حالنا، لا مش وقتها لأنه مش ناقصنا بقى نخسر ناس وأرواح. اليوم أكيد مثل ما قلت نحن منبلش سنتنا الرابعة الحل عنا عبر الام تي في. أنا بدي أشكر ثقتكم، ثقة الام تي في، وبالوقت زيت بقلكم مكملين معكم بالحل عنا. وكتير هيك بحب أني قبل ما أدخل بالجردة أني عايد اليوم يقول كلنا عم نستعد لدايم دايم. بالفصحى بتسميه الكنائس المسيحية الدنح أو ذكرى اعتماد السيد المسيح بنهر الأردن. تسمى هذه الليلة بالدايم دايم لأن الروايات بتقول أنه مثل هالليلة بزور المسيح كل الأرض يلي بتنحني لاستقباله حتى بشجرة، يعني كل شيء شامخ بينحني باستثناء شجرة التين لأنه لعنة وما كان فيها ثمر. وأيضا الأمهات بتعجن بالبيوت عجين صغيرة دون إضافة الخميرة إلى أملا بالتماس البركة من المسيح المار عند منتصف الليل، واستعمال تبريك طبعا المعجن اللي كان عمود البيت القروي ورسماله. وأنا بتمنى أنه ما يبقى ولا بيت بدون عجين، كل الناس يكون عندها عجين وتحل البركة عليها. وأكيد الإبيفاني أو الإبيفانيا هي عيد الدنح أو الظهور أو الغطاس، في عمادات كتيرة. وبالوقت ذاته بدي كمان استعداد الأرمن الأرثوذكس لاستقبال السيد المسيح لأنه عيد المولد، مولد المسيح عندهم. أما بالنسبة لجردتنا للعام 2014، مثل كل واحد بيعمل آخر السنة جردة وين أخطأ وين أصلح وين حقق وشو ما حقق، نحن أنا بقدر لكم بكل تواضع أنه نحن كنا حريصين أنه نوصل كل صوتكم وشكواكم وقضاياكم لكل المراجع المعنية. يعني نحن بالعام 2014 يعني كان عندنا 260 حلقة، تلقينا حوالي 3246 شكوى، تابعنا من أصل حوالي 1005، 10 مساعدات بفضل أيادي بيضاء لناس كانت بحاجة بالفعل للمساعدة. أنا بشكرهم لكل هالأيادي البيضاء إن كانوا بلبنان أو الخارج. استقبلنا 55 ضيف من مختلف أنهم منهم وزراء ونواب ومدراء عامين ومسؤولين ورؤساء بلديات ومخاتير وناشطين بالمجتمع المدني. أنا بدي أشكرهم كلهم، بدي أشكر كل يلي آمن بهالبرنامج وساعد هالبرنامج حتى نوصل صوت الناس وحتى نلاقي حلول لأمور كتيرة. والحل أكيد دايما موجود، مش لازم أبدا أبدا أنه نقول أنه ما في حلول، لا في حلول إذا كان عنا إرادة. وكمان ثقة الناس ومتابعة كتار لهالبرنامج خليه أنه يحصل جوائز، أنا أكيد كتير فخورة فيها، وهيدي جوائز أكيد بتقدم لكل مشاهدينا اللي عطونا ثقتهم بفضلهم هالبرنامج ناجح. يعني تلقينا أول جائزة من تلقيناها من غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي يلي منوجه له تحية، لما طبعا جمعية الكتاب المقدس أطلقت ما يسمى بكتاب السلام، كتاب السلام والعدالة يلي كان إلي شرف إني أتلقى هالجيسة، وغبطة البطريرك كمان وقع عليها شكرا لإله. أيضا حزب الكتائب اللبنانية اسم الكورة الكتائبي كمان أعطى للبرنامج جائزة، كان إلي شرف استلمها من فخامة الرئيس أمين جمية ليطول بعمره. وأيضا جائزة الثالثة كانت من المنظمة العربية
للشؤون الاجتماعية يلي استلمتها من الأستاذ بيير مكرزل، يلي كان لنا شرف مع معالي وزير الإعلام الأستاذ رمزي جريج، وكتار كانوا موجودين وبيستحقوا أكيد. شكرا للكل، وهيدي هالجوائز هي بتحفزنا أكثر إن نكون معكم وبخدمتكم، وصل صوتكم دايما عبر محطتكم اللي هي لكل الناس، هي الام تي في. اتصالاتكم مشاهدينا على 04-444-444. ألو؟ 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 أهلا مسيو، تفضل. الله معك، تبارك. أهلا، تفضل. أنا منير الخراط من المروج. إيه أهلا أستاذ منير، شو بلش الثلج؟ يعني بعده عالي شوي. تفضل أستاذ منير. ست رح نشكرك على البرنامج، وانا صار معي اتصال مع حضرتك من 4-5 اشهر. نعم. بخصوص منطقة المروج وعلى حدود المتين. نعم. وانا عندي مؤسسة سياحية، اوتيل ومطعم. نعم. وعلى بعد 100 متر بلدية المتين فاتحة معامل ومجابل و... نعم. كسرات يعني، ومنطقة هي مصنفة إن كان عندنا بالمروج أو بالمتين. نعم. وكل الممرون من عندنا يعني. يعني عم بيأثروا على المشروع السياحي تبعك. بلدية المتين ما عم تفتح طريق بأرضها، و والمواسم كلها مقطوعة عندنا بالشتاء وإن كان بالصيف. استاذ منير بتوطي صوت التلفزيون يعني. بريد من حضرتك. نعم. كنت بعطينا انه في مراجعة مع رئيس بلدية المتين. نعم. بوقتها ما راجعنا فيها واعطيناك جواب. وهلا بالمروج بلدية محلولة وفي الأيام مقامية. صحيح. وهي الأيام مقامية بتحكي باللامركزية بين البلديات، لأنه بتنسق بين البلديات. استاذ منير يعني انت حضرتك عم بتقول انه هالكسرات وهال يعني وهالاشغال اللي عم بتصير عم بتاثر، وهالمعامل عم بتاثر على المشروع السياحي تبعك، هذا هي هيدي الشكوى؟ نعم نعم، وعلى منطقه المروج ككل يعني. نعم، اهلا وسهلا فيك، نحن رح نتابعها وان شاء الله بنعطيك جواب. شكرا لاتصالك. فاصل ومنتابع. منتابع الحل عنا عبر الام تي في، ومنتابع نتلاقى اتصالاتكم. الو الو، بونجور مدام ريبيكا. بونجور مدام حرفوش، عم تحكي من انتلياس. اهلا وسهلا مدام. بدي اقول لك اليوم انا نزلت على لي بون باس لحط مكتوب على فرنسا. نعم. فمن الساعة 9 بقيت للساعة 1 لصار لي دور اني احطه. لان السورية عم يعطوهم ما بعرف شو اقامات ما اقامات، واقفين. نعم. للصف للطريق ليجينا دور لنا. فأنا تلفنت على مكتب الشكاوى، فت على التليفون وتلفنت لمكتب الشكاوى وقلت لهم هالحل هذا، خلونا موظف واحد لللبناني يعملنا معاملاتنا ونحن كتير قليل. يعني يفصلوا موضوع السوريين، يكون عندهم لحالهم يعني جيشي لحالهم. وبقيت ما قبلوا. ما قبلوا؟ إيه لا ما بنقدر. فبقيت من 9 للوحدة لأجا دوري. طيب مركي أنا موظفي بدي روح على وظيفتي بدي هذا، وفي كتير لبناني حرام يعني اللبنانية، نحنا ما معقولة وما في محل تقهدي. مدام حرفوش عندك كل الحق، لأنه اليوم لما الدولة اللبنانية معظم إداراتها الرسمية صارت بتعامل بالزامية من خلال لي بون بوست، اقل اداره لي بون بوست انها تخلق كل هالجديد، تخلق اول شيء فرص عمل جديده، اثنين تسهل امور الناس اكثر، وثلاثة انه تفصل كمان الامور لبعضها. يعني اليوم اكيد اللاجئين السوريين يلي بدهم يعملوا اقامات ويعملوا اكيد بده يكون في ضغط، كلنا بنعرف عندنا اكثر من 1,000,000 شخص، يعني اذا تقدم النص قد ايه بتاخذ من اولاد؟ طبعا اكيد اكيد. يعني كنا بنتمنى انه يكونوا جاهزين وبعد بلحقوا يجهزوا، في كثير شباب ناطره تتوظف، ولي بون بوست على كل حال يعني مش مقصره، عم تاخذ اللي لازم تاخذه من رسوم بموافقه الدوله اللبنانيه. أقله ريحنا الموظفين بالإدارة ولبكنا لي بون بوست، أقله لي بون بوست تقدر تستقبل كل هال شو اسمه
المعاملات، لانه مش بس معاملات السوريين، معاملات صارت كل معاملات الدوله اللبنانيه من خلال ليبون بوست الزاميه. شكرا لك وللافتك، بتمنى على اداره ليبون بوست تاخذها بعين الاعتبار. كمان اتصال له اكثر من اسبوع. شو من منطقه شويفات الصحراء؟ ايه شو في كمان محروق البوست وما حدا عم يجي بيصلحه من راس السنه. محروق البوست الكهرباء؟ نعم من راس السنه. حكيتوا الشركه؟ حكينا الشركه صرنا كذا مره وبتقلنا بكره وبعد بكره وما عم حدا عم بيرد. غريب يعني انتم هلا عايشين من قله الموت مثل ما بيقولوا. لا اكيد يعني اليوم اذا ما عندكم من راس السنه لهلا ني كهرباء وعلى المطار يعني بكره بتجي الفاتوره ولا اي فاتوره محرزه يعني لا عم بنقص ولا شيء ولا عم يعطينا اربع يعني ما عم يعطينا شيء زياده. اكيد نزل المازوت ونزلت المحروقات مش طبيعي. بس عم ياخذ 100,000 على 2.5 امبير. 100,000 يعني 200,000 ل 5 امبير يعني 5 امبير بشويفات يعني بدنا نشوف البلديه ليش ساكته. ما حدا عم بيرد عليهم. وين بشويفات مدام؟ هني ما بيهمهم اساسا اصواتنا لانهم ما بيصوتوا لهم. مدام وين؟ المنطقه كلها غريبه. وين بشويفات؟ مدام وين يعني بشويفات؟ يعني ارياف. فهني اهل شويفات البلديه ما بيهمها. مدام المنطقة. سؤال لك، شويفات كبيره، مدينه كبيره. وين بشويفات؟ وين بشويفات؟ وين؟ وين بشويفات؟ بالصحراء. بالصحراء اوكي. صحراء بشويفات العمروسيه. العمروسيه اوكي. حبيبة قلبي اهلا وسهلا فيكي. اهلا. كمان اتصال. الو مازال. تفضلي. انا نادرة مدام ريبيك كسل لي ربع ساعة. يلا انا عم بسمعك تفضلي. حضرتك سمعتيني؟ ايه عم بسمعك اكيد. حضرتك مدام ريبيكا؟ تفضلي. نعم. لانه بدي اقول لها شو القصة اللي عندنا بالاشرفية حبيبتي لمدام ريبيكا. ايه تفضلي عم بسمعك. ريبيكا معك تفضلي. نحن انت سامعة بحياتك يا مدام انه في سوبر ماركت بيعطوه اذن بدون ما يكون عنده باركينج؟ باي سوبر ماركت منهم؟ سوبر ماركت سبينس هون بوش كنيسه ماريحنا. لا عندهم بعتقد عندهم لا باركينج. لا حبيبتي تخانقت انا وياهم هذيك اليوم قال نحن ما عندنا باركينج بس نحن بدنا نوقف ممنوع توقفوا سياراتكم. لا هيدي مش اصول. معك حق. اهلا وسهلا فيك. نحن هالطبقه الوسطى رح بيشحطوا لنا من الاشرفيه بيعملوا هالبنيين مدام بالنتيجه بالطول وبالعرض مواقف وكمان سوبر ماركت بدون اذن بكون ما عنده باركينج. مدام الباركينج المفروض يكون موجود للسوبر ماركت وللكل يعني اهلا وسهلا فيكي يعني بالعكس لازم تكون. وعلى كل حال بنهايه الحلقه بدي اذكر اذا انه نحن بلشنا معكم السنه الرابعه بالحل عنا عبر الام تي في مستمرين معكم. تتلقى كل اتصالاتكم، ضوينا على الشكاوى وعددها والاتصالات يلي تلقيناها خلال العام واكيد الضيوف واكيد الجوائز اللي نالها البرنامج لقينا اتصالاتكم. واخيرا وصل لي شغله كثير مهضومه على فيسبوك الحل عنا يلا عالدايم دايم ويبقى حدا نايم، العجين صار خمير وشجر بيسجد لدايم، صلي لخيك يا فقير وشد وكتر العزايم، المي مقدسة بتصير فاشت عزيت العمايم، شوفوا يسوع بقلب كبير ضو شموعي كتير كتير، ما تناموا الليل بكير وبيبقى الدايم دايم. بلتقى فيكم بكرة، إلى اللقاء.